بسم الله الرحمن الرحيم. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. Who is there among you who will lend Allah a good loan that he may return it after multiplying it manifold? هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا ورسول الله معلمنا هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا ورسول الله معلمنا هذا القرآن هو الهادي لأوائلنا وأواخرنا يدعو للعلم وللعمل لا شيء سواه يملمنا هذا القرآن هو الهادي لأوائلنا وأواخرنا يدعو للعلم وللعمل لا شيء سواه يملمنا كتاب الله لا شيء سواه يهذبنا للعمل به كتاب الله لا شيء سواه يهذبنا هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا هو معجزة الله الكبرى عن سر الكون يحدثنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا هو معجزة الله الكبرى عن سر الكون يحدثنا الله تعالى أنزله. The Prophet sallallahu alaihi wasallam said, "Only that wealth is yours which you send ahead, and what you leave behind is the property of earth." وأواخرنا يدعو للعلم وللعمل لا شيء سواه يملبنا هذا القرآن هو الهادي لأوائلنا وأواخرنا يدعو للعلم وللعمل لا شيء سواه يملبنا كتاب الله لا شيء سواه يهذبنا للعمل به كتاب الله لا شيء سواه يهذبنا هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا هو معجزة الله الكبرى
عن سر الكون يحدثنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا هو معجزة الله الكبرى وعن سر الكون يحدثنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا فلنعمل نحن بمنهجه هيا يا رب الأمة بنا بسم الله الرحمن الرحيم الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون Those who spend their wealth secretly and openly, by night and by day will have their reward with their Lord, and they have nothing to fear nor grieve. هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا رسول الله معلمنا هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا